السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مطبخي على نار هادية هعمل لكم النهاردة إن شاء الله الكباب مع الكفتة، إن شاء الله يعجبكم بطريقة سهلة وطلعها إن شاء الله زي الجاهز. الكباب مستوي، الكفتة برضو مستوية، هنعملها النهاردة على الجريل طريقة سهلة. سمي بسم الله ونبدأ الوصفة. هنا عندي كيلو لحمة مكعبات، هنا نص كوباية عصير طماطم، مية بصل، مية طماطم ومية بصل، نص كوباية ونص كوباية. وحطيت هنا طبعا، انا حطيت طبعا على البصل الملح، فانا مش ما تكتر يعني، تظبطي ملحك. وهنا شويه فلفل اسود وسبع بهارات وربع معلقه سكر وربع كوبايه خل وربع كوبايه زيت. هو الكباب يعني ما بياخدش، مش عايز توابل كتير عشان تحسي بطعم اللحمه. طبعا انت بتظبطي الملح بتاعك، ما تحطيش كتير علشان انا متبله البصل بشره وحاطه فيه شويه معلقه ملح وبسيبه في حدود نص ساعه عشان ينزل لي ميه كتير. هقلب طبعا كده اللحمه وفيها حتتين ليا، نقلبها كويس كده ونسيبها ايه، ما تتبلهاش كتير يعني، مثلا هي نص ساعه ساعه بالكتير قوي، وتبدأي تشتغلي فيها. هنا بقى الكفتة، هنا نص كوباية برغل ونص كوباية بصل على نص كيلو لحمة. البرغل أنا ما نقعتهوش، أنا مجرد غسلته وشوية ملح وسبع بهارات. بتظبطي برضو الملح بتاعك، طبعا البصل اللي انا حطيته دوت اللي انا خدت ميته للحمه وخدت البصل للكفته. هبدا اصبع فيها كده بالعصيان الشيش، طبعا انا بلاها عشان ما تتحرقش، شطفها كده تحت الحنفيه. طبعا شويه ميه بصل ببصم بيهم الكفته بتاعتي. شوية مية البصل دول انا حط عليهم برضو شوية زيت، طبعا انا عجنت الكفتة مع البرغل مع البصل مش اقل من ربع ساعة. هنا هجيب بقى الكباب بتاعي، انا قعدته في حدود ساعة، هشيشه كده، احط حتة ليا في النص كده بتسيح، بتدي طعم حلو قوي للحمة. بتشيشي بقى كده المقدار اللي عندك كله على حسب الخشب، عصيان الخشب الستيكس. بالطريقة ديت على كل بقى واحدة بتحطي قطعة ليا كده. احنا خلاص خلصنا الكمية كلها، طلعوا الكمية ديت بشوي على طول. انا عندي هنا جريل سبته لما يسخن خالص بالطريقة دي. ممكن تحط شوية زيت شوية زيت كده بس مجرد، وحتة ليا كده بروح مشياها بتسيح وبتدي طعم حلو قوي للشوي. هرص كده بقى الكفتة، ولو ما عندكيش ديت ممكن تحطيها على صينية وتحطيها على أرض البوتاجاز وتقلبيها.
تاخد الوش الاولاني برضو تدهنيها زيت وترصيها في صينية وتحطيها في البوتاجاز ربع ساعة وتروحي قلبها الناحية التانية، هتديكي نفس النتيجة. طبعا هنا انا قلبت الكفتة وقلبت هنا مع يعني هي عالية فهي بتاخد الصدمة، بالمنظر ده أقل من 10 دقايق يعني 5 دقايق وبروح قلبها وبتابعها. وبالمية البصل والطماطم كده بروح ايه بالفرشة كده بسقسقها علشان تشرب من الصوص دوت، بتدي طعم حلو ولون حلو تديكي لمعة. هنا بصي كل كده استوت من كل ناحية، طبعا بغطيها بقى واسيبها عشان تكمل سويها. هي خدت اللون بس انا عايزاها تبقى مستوية، هي كده خلاص استوت. اللي احس ان هو ما استواش طبعا بسيبه يكمل سواه. بالمنظر ده هنا عندي لسه فيه كملت، تكملي انتي الكمية طبعا توسعي وتحطي لحد ما تخلصي الكمية بتاعتك. حطيت بقى شوية بصل على شوية فلفل اشويهم كده، ودي النتيجة قدامكم مستوية. والشكل بص عامل ازاي، والكفتة حلوة قوي وما فكتش. طريقة جديدة حطي عليها برغل، طريقة برضو كويسة وطعمها جميل جدا، والكفتة مستوية المنظر قدامك اهوت. ان شاء الله الفيديو يعجبكم، لو عجبتكم الوصفة يا ريت ما تنسونيش في لايك وشير واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.